يعني بقالك فترة طويلة جدا مش باين، مش طويلة ولا حاجة، انت طلعت في الام بي سي شوية اعتقد، كنت بتحلل كأس الأمم الأفريقية، كأس الأمم الأفريقية، وقبلها كنت برضو مختفي شوية، وبعد كده قبلها كنت بتشتغل في قناة، وبعد كده اشتغلت سنة ونص أو سنة وثلاث شهور، وبعد كده طبعا كان حصل ظروف، المحطة قفلت يعني، المحطة قفلت، فدايما ان انا ايه تلاقيني لا بظهر على طول ولا بختفي على طول يعني. بالظبط. فقعدت كده، خدت بقى شويه كده مع نفسي، انت عارف بحب اسافر وكده، انت عارف ان انا جنوب شرق اسيا دي بالنسبه لي يعني عشق الاول والاخير يعني. كنت بقالك فتره برضو بعيد عن العيال بقى، فتره الكوره يعني، فاخدتهم بقى وسافرت يعني دايما. لا، وساعات ساعات بسافر لوحدي كمان مع اصحابي، ساعات بسافر مع الاولاد، ولكن يعني في الاول وفي الاخر اما بحس ان انا بقالي يعني فتره مختفي، فتلاقيني ابتديت بقى ايه اطلع بقى اتواجد شويه وكلام من ده، بس شويه يعني ايه، يعني شويه باتنين تلاتة جنيه مش اكتر من كده يعني، وبعد كده ايه ارجع ايه اكن ترجع تاني، الخن تاني. ارجع الخن تاني. الخن ده فين بقى؟ مش عايزين نسيح، بس قول لنا يعني فين. لا بص، انا الخن بتاعي بالنسبه لي هو يعني بص، انا تلاقيني قاعد في المعادي على طول، او التجمع الخامس، ما بين المعادي والتجمع الخامس، رغم ان انا اساسا يعني هنا في المهندسين. المهندسين يعني. بس انت عارف بقى يعني، انت بيبقى في عندك بعض الاعمال الخاصه خاصة يعني طبعا، كده، فبيبقى مثلا منها في التجمع، منها في المعادي، وانت عارف في المعادي ده من زمان، انت من عارف زمان. انا القعدة وصاد معوض بقى وكده يعني، ده موضوع بقى يعني هنتكلم فيه في وقتها. فتلاقيني قاعد بقى عمال اتنطط ما بين المهندسين، ما بين المعادي، ما بين التجمع الخامس بس انت بتوحش وهكذا. الناس يا محمد بجد والله، وانا الناس بيوحشوني برضه والله هشام بجد والله. يعني. انا والله كل ما حد يشوفني، كل ما حد يشوفني يقول لي يا كابتن هو محمد بركات فين؟ موجود انا عارف ان انت موجود موجود ودايما يا رب موجود، موجود. لكن الناس انت بتوحشها وبتبقى عايزه تشوفك وتبقى عايزه تسمع صوتك. انت مش متخيل المكالمه بتاعت سعد سمير، انت وسعد سمير، الناس كانت مبسوطه قد ايه؟ معرفش، اكيد انت حسيت. لا طبعا اكيد انا بحسه، وانا سعد كمان حتى يعني انتم ما كلمتوني يعني، انت عارف سعد اصله يعني، انت عارف كل الناس بيبقوا يعني حبايبك طبعا يعني، في علاقه كويسه ما بينك وما بينهم، ولكن في بعض الاشخاص المعينين انت عارف بيبقى بزياده شويه كده علاقتك بيهم يعني، بتبقى اوفر شويه. سعد منهم يعني بصراحه يعني، انا سعد انا بعتبره اخويا الصغير، اي مناسبه تلاقيني دايما مع سعد، بيبقى لحد اخرها اول امبارح يعني، حتى سعد اول امبارح كان شايفكم انتوا عاملين لمؤمن. كان قاعد معايا في التجمع الخامس، قعدنا مع بعض شويه، فيعني سعد يعني لا هو بيتاخر عليا بصراحه في حاجه، ولا انا بتاخر عليه في حاجه للأسف الشديد.